أعمل مقاول. نعم. أعمل مقاول مع. تعمل مقاول إيه؟ مقاول معمار. تعمل مقاول معمار. أيوة. وبعده؟ وبعد لي فلوس في بعض الشركات. وبعده؟ والشركات بعض أحيان تأكل من المال وتنقص يعني. أيوة. وبعده؟ فزكاة المال واجب علي ان احصل مثلا لو مثلا لي في الشركة الفلانية 100,000. الدين الذي انت موقن انه سيرجع؟ لا ما هي بقى الاشكالية هنا. انا بقول لك ابني على غلبة الظن. ابني على غلبة الظن. الدين الذي يظن رجوعه زكه. لا يظن رجوعه لا تزكي إلا إذا قبضته وأخرج عنه زكاة سنة.